الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون المستمعون، أيها الإخوة الأعزاء، نسيان القرآن من أعظم الذنوب. فقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. رواه الترمذي وأبو داود. فحديث أنس هذا يتعلق بتنظيف المساجد، وقد وردت الأحاديث عن جابر وأنس وأبي ذر وأبي هريرة وأبي سعيد وعائشة رضي الله عنهم، وردت عنهم الأحاديث فيما يتعلق بنظافة المساجد وتطيبها. وتقدم عن أبي ذر رضي الله عنه حديث بهذا المعنى وبهذا اللفظ تقريبا. فمن المحاسن ومما يؤجر عليه الإنسان أن ينظف المسجد، حتى القذاة والتبنة والورقة أو قطعة وأي شيء مما يرمى به وينظف عنه البيت والمكان المحترم، ينبغي إخراجه من المسجد وتنظيفه منه. ثم ذكر في هذا الحديث من كبار الذنوب وأعظم المعاصي أن يحفظ الإنسان شيئا من القرآن أو كله ثم ينساه، فهذا كفر بالنعمة العظيمة. حفظه لآية نعمة من الله تعالى، لابد من المحافظة عليها وتكرارها وتعهدها، وهو من حقه الواجب عليه. فإذا تغافل وأهمل وترك الاهتمام وعمل باللامبالاة حتى نسي الآية أو الآيات أو بعض القرآن أو كله، فهو آثم مذنب مؤاخذ على هذه الخطيئة. أما إذا تعهد وكرر وبذل مجهوده قدر وسعه ثم نسي لمرض أو حادث أو نقص طبيعي أو لأي سبب لم يقدر عليه، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يعد ذلك ذنبا وخطيئة في قانون الله تعالى ونظام عدله. والعنوان الثاني: صاحب النور التام وصاحب الإيمان. من هم؟ عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. رواه الترمذي وأبو داود، ورواه ابن ماجة عن سهل بن سعد وأنس. وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فإن الله تعالى يقول: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة. رواه الترمذي وابن ماجة والدارمي. فورد في فضائل المشي إلى المسجد وحضور الجماعات وتعلق القلب بالمسجد وتعاهده والاهتمام بعمارته حديث بريدة رضي الله عنه، الذي جاءت فيه البشرى للمشائين في الظلم الذين يكثرون المشي إلى المسجد في أوقات الظلام أيضا، كما يخرجون إليه في أوقات الضوء والنهار،
بأنهم يعني بأن هؤلاء المشائين في الظلم وكذلك في النار سيجدون يوم القيامة النور التام الذي يسعى بين أيديهم، وهو ما ورد في حديث سهل بن سعد وأنس رضي الله عنهما، وجاء التعبير عنه في حديث أبي سعيد الخدري بتعاهد المسجد، والمراد به التردد للصلوات إلى المسجد وللاجتماعات وحلقات العلم والذكر وغير ذلك. وورد في رواية للترمذي لفظ يعتاد بدل يتعاهد، وهو كما قال الطيبي أقوى سندا وأوفق معنا لشموله جميع ما يناط به المسجد من العمارة وإتيان الصلاة وغيرها، فمن يكون على هذا حاله فإنه يقدم دليلا ظاهرا على إيمانه. وأمر المسلمون بأن يشهدوا له بالإيمان فهو من عمار المسجد، وقد قال الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، وهذه هي العمارة الحقيقية التي تبنى لها المساجد. ومن عمارته كما قال صاحب الكشاف كنسها وتنظيفها وتنويرها بالمصابيح. ومعلوم أن المنافقين كانوا ولم يزالوا يأتون المساجد أيضا، ولكن إتيانهم لها يختلف عن إتيان المؤمنين، فهم يأتون بخطى ثقيلة في كسل معهود وعن غير رغبة في الصلاة وفي الجماعة، ولكن للتظاهر بأنهم مسلمون وللمشاركة فيما ينفعهم من الغنائم ومنافع المجتمع المسلم الذي يعيشون فيه عن اضطرار أو لاستغلال وانتهاز. قال تعالى عن المنافقين وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وبالعكس من هؤلاء المنافقين المؤمنون، قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. فهؤلاء هم القانتون المستغفرون بالأسحار الذين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وهؤلاء هم الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهنالك صورتان متضادتان وحقيقتان متعارضتان من ورائهما كفر أو إيمان، وأمامهما دنيا فانية أو جنات عدن ورضوان. ندعو الله تبارك وتعالى بأن يجعلنا من المؤمنين المخلصين الصادقين القائمين التوابين الراكعين الساجدين، أن يجعلنا متصفين بهذه الصفات المحبوبة عند الله تعالى والمرضية عند الملائكة والرسل والأنبياء، وأن يجعلنا في رفقتهم، وأن يجعلنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.